مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سومودي. هالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع ديال النخالة. النخالة يعني مفيدة جدا في تربية الأرانب. يعني انا غنهضروا على الثمن، شحال كتباع هاد الخنشة هادي اللي هي راها يعني خنشة فيها واحد الكمية راها كبيرة، راه فيها 25 كيلو. يعني النخالة هي كتمتاز بالخفة ديالها، يعني هاد الخنشة راه عامرة بزاف، يعني كدير 100 درهم. 100 درهم راه ممكن ان بحال واحد ربعة النسوات راه ممكن تجيب لكم مثلا نقولوا واحد 6 شهور. يعني نهضروا على الفوائد ديالها. اذا النخالة كما كتشوفوا معايا كاينه جوج انواع. كاين النخالة يعني ديال الشعير اللي كتكون غالية شوية، والنخالة ديال القمح. هذه النخالة ديال القمح، ممكن انكم كتلقاو فيها شي حبات ديال 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 القمح، ماشي مشكل، هذاك الشيء على حسب الطحين. اذا اسمو الدارو يعني الفوائد ديالها في تربية الارانب. كاين اول حاجة وهي التسمين، يعني الناس اللي كيقلبوا على التسمين، يعني لا الارانب البلدية ولا الارانب الرومية ممكن تخلطوها مع شوية ديال الذرة، ماشي مشكل، ولكن اللي ما عندوش امكانيات ممكن انه ديروا غير النخالة بوحدها. بالنسبة للناس اللي غادي يقول لي كتدخلهم في نيوفهم، فعلا ان الارانب اللي كيكونوا كياكلوها كتدخلهم في نيوفهم كيبقاو يعطسوا. الطريقة وهي كالتالي، انا نوريكم واحد الطريقة سهلة للغاية. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا الماء الساخن، انتما راه كاين هذا سخون وهذا البارد. المهم غادي نديرو السخون، ها هو السخون، غادي نخليو تايت يسخن. ها هو دابا باقي بارد، غادي نخليو بالماء يسخن. ها هو دابا يسخن، تيولي ساخن للغاية. اش غادي نديرو؟ ها هو دابا راه الماء ساخن للغاية. ما غاديش نكبو حتى نغرقو هاد النخالة، وإنما غادي غير نرشوها قليل من الماء. صافي، هذا كافي. شوفو شحال 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 رشيتها، غير شوية هذا راه كافي أنكم يعني ملي غادي تخلطوه بحال هكا هكا، شنو غادي يوقع؟ أنه غادي يتجمع هذيك النخالة، كتجمع هانتوما أنها ما كتبقاش ناشفة، وممكن أنها تضرهم في نيوفهم، يعني تخشنهم في نيوفهم وتضرهم. هانتوما إخواني الطريقة، هي طريقة عملية، الفيديو حاولت نديرو تطبيق. هانتوما كتبقاو تخلطو بحال هكا، أشنو كيوقع؟ كيوقع أن النخالة راها ولات ساخنة، وفي نفس الوقت مبقاتش غبرة، أنها تجمعت. ولكن كاين قضية وحدة، انها ما خصهاش تغرقوها بالماء بزاف، تنصبوها بالماء بزاف تتولي يعني عامره يعني بالماء، تولي فازقه بزاف. هذيك اللقطه الا مشيتو درتوها كونوا متاكدين انها غادي تاثر لهم على المراره. لا، غادي ديروا بهذه الطريقه هذه، يعني غير تكون ساخنه وفي نفس الوقت هانتوما شوفوا التحدي ديالها كيف هي. راها غير حنا كنقولوا مرشوشه بالماء، مرشوشه بالماء. يعني هاد الطريقة هذه ممكن أنكم تعطيوها الأكثرية الماء الساخن، عطيوها للأمهات منين يكونوا يلاه تولدوا. شنو كدير لهم؟ كتساعدهم أنها على الحليب، وكتدير لهم قوة. يعني كيكونوا عادي الله والدين، ممكن أنكم دير لهم الطريقة بالماء الساخن كتعجبهم بزاف. يعني أول تكون يلاه ولدت الأنثى يعطيهم الطريقة هذه. بالنسبة للأرانب الصغار ولا في بعد الفطام وبغيتو تسمنوهم، ممكن أنكم ديروها الطريقة هذه، ممكن أنكم ما ديروهاش بالماء سخون، ديروها بالماء غير بارد، ماشي مشكل. غير الأهم في الأهم في هاد المرحلة هذه ديال الرش بالماء، أنكم ماشي ترشو تتغرقوا هادشي، لا. يعني شوفوا شحال أنا درت ديال الماء، غير شوية باش ما تبقاش غبرة، يعني ما تبقاش يعني نقولوا دخلوا في نيوفهم ويعطسوا. بحال كاين مشاو كياكلوا هذا الشيء، شوفوا كيفاش راه داير هذا الشيء. في نفس الوقت ماشي يعني مرشوش بزاف، وماشي داير ماشي ناشف حتى ولا
غبره مثلا غادي تدخلهم في النيوفهم وغادي يبقاو يعطسوا. فعلا هذيك القضيه ملي كيكونوا كياكلوا هكا، الا دخلت لهم هاد الغبره ديال النخاله في النيوف ديالهم كيبقاو يعطسوا، ممكن تسبب لهم واحد يعني شي امراض نتوما بغينا حنا. الطريقه وهي كالتالي، هذه راه الطريقه ديال جدودنا هكا كانوا كيديروا، كيشدوا كيرشوها شويه بالماء هكا كتولي انها قادره انها الارنب ياكلها وما تضروش. وفي نفس الوقت اذا درتوها مع الماء الساخن راها كتعجب الاناث اللي كيكونوا عاد والدين، كتدر لهم الحليب وفي نفس الوقت كتعطيهم القوه باش يسترجعوا النشاط ديالهم. اذا هذه هي الطريقه ديالي اللي كنستعملها، وماشي انا اللي انا كنستعملها، يعني ماشي طريقه مبتكره ولا جبتها من راسي، راه هذا الشيء الطريقه ديال الجدود، يعني استعملوها الكبار والصغار والبلديين والروميين وتا الكروازن. يعني اي ارنب بغيتو تعطيه هاد يعني النخاله راه رخيصه في الثمن، 25 كيلو راه كتكون واحد الكميه كبيره، يعني هي خفيفه في الوزن. ديروا معاها يعني شويه ديال الماء مرشوش، الماء ساخن بطبيعه الحال، واعطيوها لهم الكميات، يعني ماشي تكثروا لهم بزاف، لان هي راه مجهده وراه كتسمن بواحد الطريقه، يعني كتعطيهم اللحم بزاف. حاولوا انكم تعطيو واحد الكميه، يعني مثلا ديك الطاس ديال ياغورت بدون ذكر الاسماء ديال الشركات، كاين طاس ديال ياغورت تعمروا مثلا ودير لهم هاد النخاله، طاس واحد راه كافي في اليوم كامل، لان راه هي مجهده النخاله، راكم كانكم عطيتوهم الزرعه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال النهار، نتمنى انها تكون يعني فادتكم، راه مفيده، يعني النخاله لا بالنسبه للمربي المبتدئ لا بالنسبه للمحترفين، لان الثمن ديالها رخيص، 100 درهم راه يعني واحد الكميه كبيره، غتبقاو ديروا منها يعني تحسوا براسكم انكم يعني هذوك القنينات ديالكم الارانب راهم وصلوا الحمد لله، ممكن انكم تبيعوا غير واحد جوج ارانب ولا وتشريوا خنشه اخرى. اذا حاولوا انكم تتعاملوا مع هاد النخاله بواحد الذكاء، رشوا شويه بالماء واعطيو الارانب ديالكم وان شاء الله يكون خير. واش لكم بروكه، الناس مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا، ما تنساوناش بزر جام، تكيو على ديك البوطونه التحتانيه ديال زر جام باش تساندوني ونبقى نصيفط لكم فيديوهات بحال هذا الشكل هذا. تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.